اشترك وخد بطاطس على الاقل تستفيد تاكل هم المم منها تحس انك في عيد نغماتي موسيقيه جدا فيديوهاتي تجيب ادمان ايبي جيمنج مركده وليه بكره نفتح شركه كمان وازيكم يا ابطال عاملين وحشيني جدا 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 قبل ما نبدا مقطع ندى ما تنسوش تصلوا على النبي على افضل الصلاه والسلام عشان مقطع ندى حرفيا جاي نكمل سلسلتي وسلسلتكم الجامده جدا بيس 2024 ومتحمس جدا جدا بصراحه عشان حرفيا مقطع النهارده احنا بنكمل المهمات وبنكمل اللي احنا نظبط الفريق. طبعا الحلقه اللي فاتت ادينا اللي احنا نظبط التيم بتاعنا والفريق بتاعنا ابتدى يبقى يعني بالنسبه لي بلال يعني بصراحه انا شايفه الفريق بتاعنا كويس. بصوا الخطه شوفوا الخطه حرفيا لسه في لعيب عايز اطورها، انا عايز اطور نيمار، عايز اطور ميسي، عايزين نطور ناس في خط النص اكتر ويبقى معانا ناس في الاحتياط يكون اجمد واحسن واللعيبه تكون يعني احلى من كده طبعا، ولكن يعني كل الحاجات دي كلها لسه احنا يعتبر ما عملناش اي حاجه ولسه ان شاء الله اللي جاي يكون اجمد جدا، ولكن لازم طبعا يعني اللي جاي يكون اجمد دعموك انتوا. ايوه بدعمك يا جامد انت، انزل احنا نحط احلى لايك للمقطع ده وكمان اشترك حالا في القناه، وبجد بجد يعني مقطع النهارده هيكون جدا جامد اللي احنا حرفيا هنعمل مهمه. طبعا احنا عملنا المهمه الاوليه دي تقريبا تمام، ولكن ملناش علاقه بيها دلوقتي، ولكن في مهمه احنا المفروض بيقول لي اكمل المهام الاوليه الاول. هنا في حاجه فعلا اسمها الاختيار التلقائي، ايوه وفقا للاحصائيات كويس جدا المفروض دلوقتي كده تمام، المفروض كده كويس تمام، تم اكمال المهمه بنجاح حلو قوي تمام. هنا في حاجه كمان ليتس جو، خلونا نعمل كده يلا يا باشا، ومفروض كده حرفيا اتفتحت لنا المهمة الأولية ولكن اللي هي رقم 2 بقى تمام. خلينا دلوقتي حالا نروح نشوفها، كويس جدا جامد، عايزين نستلم كل الكلام ده ما ينفعش، ماشي كويس قوي حرفيا احنا عملنا حاجات كتير تمام. اجراء التدريب على مستوى لاعبيك تمام قوي، واضح كده اللي احنا المفروض هندرب بقى. هنا بيقول لي انت عايز تدرب مين؟ في نيمار، انا عايز نيمار بصراحة يعني، ولا ميسي، خلينا نروح على ميسي تمام. ميسي هنا المفروض لحظة عشان هو حرفيا وهنا طبعا جايب لي الحاجات اللي هي ايه القوة بتاعته ومدة العقد قد ايه هو ماشي كويس، ودينا حرفيا تعالوا نشوف ايه ده. هنا في لاعيبه كتير قوي عايزه اصلا تتطور، بس الناس دي اصلا اللي جم معاه من البداية يعني، الناس دي حرفيا اللي جم معاه من البداية، انا شايف اللي هم مش لازم اطورهم بصراحة. انا بيقول اللي انت لازم يعني تدرب واحد منهم، هو واحد منهم بس لازم تدربه. ممكن مثلا ليفاندوسكي، لا ايوه ممكن ده تصفية، ترتيب عرض التشكيلة، تبديل العرض، لا يا عم مش عايزين نبدل حاجة. ايوه التدريب على المستوى كويس جدا، بص احنا هنا نعليه على الاخر، ثاني احنا لو عملنا كده ماشي خلينا هنا 2 فهمت ماشي، يبقى هنا 1 وخلاص ثانية ماشي هنا على الاخر، قول والله حرفيا على الاخر خالص ثانية، هنا ما ملهاش علاقة هنا، استنى كده عايزين نعلي هنا على الاخر ماشي، لازم يبقى متوازن بس ماشي كويس كده تأديت يلا بينا. ايوه عاش فيران توريس، يلا 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 المفروض دلوقتي اهو بيقول لك تطوير لاعب الى المستوى 15 كده، المفروض ان كده تمام، المفروض انا كده عملت المهمه دي اعتقد، انا ما اعتقد ان انا المفروض عملت المهمه دي، ايوه المفروض انا كده عملتها حلو قوي عملتها، تطوير اللاعب الى مستوى 15 عاش. هنا زياده احصائيات اللاعب مش عارف دي اعملها ازاي برضك، ولكن خلينا دلوقتي حالا نشوف مين نشوف حد تاني. اللاعب ده مانشستر سيتي، خلينا على ميسي، طب ما ميسي كده كويس بس برضك يعني خلينا ده حلقه لوحده بقى وطبعا هنظبطه احنا بقى، هو بس دول لعيبه ماشي خلاص، خلينا نروح عند اللي هو اللاعب اللي مانشستر كويس قوي، التدريب على المستوى لا قفل ايه يا عم، التدريب على المستوى كويس، علي يا باشا علي يا باشا، لا كده اهو هوبا ماشي كده كويس اهو، متابعه جامد عاش قوي ماشي حلو. هو ده تقريبا انا حاطه دفاع، افتكر ان انا حاطط اللاعب ده عندي دفاع، خلينا نعمل كده برضك نفس الكلام، زادت احصائيات اللاعب، تغيير مديرك الفني، مش عارف بصراحه انا ازاي ابطل اتعاقد معاه، ولكن يعني سيبوكم الموضوع ده دلوقتي تمام، انا هحاول اعمل الحاجات دي واخلصها. خلينا نروح عند الهدف، او ماي جاد بيقول لي سجل، ايوه كويس، او هنا بقى حرفيا المهمات الصح، المهمات الصح حرفيا، انا ما اعرفش هو ده ذكاء اصطناعي، احنا ندخل دلوقتي حالا ضد ذكاء اصطناعي ولا ايه اللي هيحصل، ولكن انا متحمس ليتس جو. ايوه المفروض دلوقتي اللي هو بيبحث عن خصم، او ماي جاد ده ذكاء اصطناعي فعلا يا جدعان، ده شوف يا ابطال احنا المفروض اهم حاجه اللي احنا في ماتش النهارده نجيب هدفين، المفروض هو ده اللي يحصل. هوب على هادي يلا 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 ماشي، ليه يا اخي روح
ماشي كويس كويس والله، عاش عاش. لازم حرفيا في ماتش النهارده نجيب 3 اهداف تقريبا، ايوه، عشان ايه؟ عشان بس الدنيا تظبط وايه، والمهمه فعلا تنجح. اوبا جول، ماشي، حلو حلوه. شوت يا جدع يا جدع، حرام عليك كده، ده محدش طلع ليه. يا سلام يا ميسي، يا ميسي بتعمل ايه؟ ماشي، حلو حلو قوي، حلو قوي، ماشي حلو يا ميسي. 1 2 ها يا اخي بتعمل ايه؟ الله يهديك. لا 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 لا، هو هيجيبه هيجيبه لو عملها عرضيه، لو عملها عرضيه. يا سلام سلم، عاش عليك عاش عليك يا لعيب. يلا يا لهوي على الجمال والحلاوه. ماشي مقفلين قافلين. اوه حلوه دي حلوه دي، ماشي ماشي. مش عارفين ندخل يا جدعان، لسه لسه حرفيا هم صعبين شويه. ماشي، موضوع يا جدعان المهمات ده طبعا انا لازم اعمله في البدايه، تمام؟ لان موضوع المهمات ده بالنسبه لي ده مهم جدا، لان انا المفروض انا مبتدئ. طب اوه لا 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 والله لا والله. خلينا نركز بقى، خلينا نركز بجد. يلا ركز يا عم انت بقى وهو بقى، ركزوا عشان بجد كده ما ينفعش. ايه بلنتي؟ جول جول، انا قلت اخد بلنتي. ودي يا نيمار، اخلط يا نيمار، ليتس جو. عاش، حلوه جامد. يلا اللي بعده. لا 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 والله لا والله لا يا جول. حلوه جميله، ماشي ممكن. يلا ليفاندوسكي، اوه حلوه قوي دي. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، عدى ازاي؟ عاش يا وحش، وحش والله، كفو عليك. لا 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 لا، حلوه والله، خطيره دي يا جدعان. عاش، هموت واقف. يا سلام سالم، هو ده الكلام. نيمار، نيمار هو نجم المباراه، نيمار نجم المباراه. يلا هات الكوليه. اوبا بو اوبا، جول. اوه يا نيمار، يوه على الجمدان. عاش والله، نيمار النهارده عامل ماتش جدا جدا ممتاز والله، كفو عليه. هي ليون ميسي، يا ميسي بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا ميسي؟ بتعمل ايه يا اخي؟ السلام عليك، نيمار عالمي النهارده، نيمار جامد. اوبا نيمار، تاني جول، جول والله يا نيمار كان هياخدها. عاش، مش هنسكت لما اجيب 3، احنا لازم نجيب 3 اهداف يا ابن اللعيبه. يا ولاد اللعيبه حلوه، نيمار شوفوا جينا ازاي يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه. نيمار هو اللي هيسجل هاتريك، ده انت ليك حلقه مخصوص يا جدع. ده انا لسه، ده انا ده كده ولسه هو 84 ما اتطورش. تخيلوا نيمار ممكن يعمل ايه معانا الفتره الجايه، والله صفقه نار. شوفوا الجول، شوفوا. انا بص يا جدعان، انا المفروض نيمار يعني المفروض مش ده مكانه، ايه اللي جابه خط النص؟ بص بص، يا الله الجول، عالمي عالمي يا اخي والله والله. انا متاكد انه هيجيب الهاتريك النهارده، انا كده عرفت ان نيمار هو اللي فايق. يلا ليفاندوسكي يا اخي، دي شوطه يا اخي، دي تسديده، دي تسديده. ماشي، ليه يا اخي كملت فيها كده؟ ليه؟ ايه اللي خلاني اكمل فيها كده؟ يلا نيمار، معانا نيمار، بس اعملها جوه. خلاص سيبها سيبها، هيصفر. ايه يا حكم؟ مش هتصفيه؟ ايه ده؟ ازاي الشوط خلص يا حكم؟ والله العظيم الحكم غدار، والله غدار، والله غدار. اوه يا لهوي يا جدعان، يا لهوي على العقده بتاع. اوه والله، لا 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 لا، اديله. يا نهار ابيض، كل ده عشان بتاعتك. الله عليك الله عليك يا عالمي. ماشي ماشي، ماتش خطير، ماتش خطير وحوار جامد جدا والله، متحمس بجد. يلا بينا دلوقتي حالا الشوط الثاني. يلا تركيز يا جدعان، تركيز حرفيا، هم مش هيسيبونا والله العظيم. الماتش بقت تبقى صعبه، اي نعم اه ذكاء اصطناعي ولكن صعبه برضك، يعني محدش يستقل بيها. هي يا لعيبه نيمار، هوبا ليفاندوسكي، ماله يا ليف، مالك يا عم ليفاندوسكي؟ الماتش اللي فات كان عالمي ليفاندوسكي الصراحه. هي يلا ميسي، ليونيل ميسي يا اخي، حرام عليك. لا لا لا، ميسي مش فايق النهارده خالص. ولا جول يا جدعان، حد يا لهوي لو واحد يمسكها. لا 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 لا، كده خطيره، انا خايف، كده خطيره، كده خطيره، كده خطيره، كده خطيره. اوه اوه، عاش، بسرعه بسرعه، جوه 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 بسرعه. ليفاندوسكي يلا يلا نيمار، يا سلام يا ميسي، يلا يا ميسي. اوه ماشي ماشي، ساعات ميسي ماشي كويس. يا سلام يا نيمار، والله حلوه، فيها فكره فيها فكره فيها فكره والله، حلوه حلوه قوي كمان. يلا نيمار، فين التالت يا نيمار؟ عايزين التالت بقى نيمار، عايزين التالت يا عم نيمار. عاش قوي، يلا نيمار اهو، نيمار اوبا، اوه عدى من ده. يا سلام سلم، اوبا، اوه يا يا اخي يا اخي، انا حسيت انا عايز، ماشي انا حسيت انا عايز بقى اتحرفن بيه بقى وابقى عالمي بيه. ماشي، عشان هو فايق النهارده بس.
لا 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 والله عاش يا وحش، عاش حلو قوي. الماتش صعب يا جدعان، قاعدين بيبدلوا. انا على ما اظن انا ممكن ابدل حد في خط النص، هنشوف، ولكن مش دلوقتي، مش عايز دلوقتي خالص والله. لا لا كمل كمل براحتك. لا مش فاهم، قول كان هيجيب جون بجد. يا نهار ابيض يا جدعان، احنا لازم نهدف التالت، احنا لازم نهدف التالت. عاش قوي الجول، الجول بتاعنا حلو. عاش، مش هيسكتوا مش هيسكتوا مش هيسكتوا مش هيسكتوا. بسرعه جوه جوه على طول. ما عملتلكش يا اخي حاجه يا اخي. يلا سريع سريع سريع، واحد اتنين تلاتة، يلا يا باشا. هوبا هي دي. قاطعين كل حاجة، قاطعين كل حاجة. ليفاندوسكي مش موجود. يلا عاش عليه. لا 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 لا، اوعى. هد 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 يا جدعان، والله حرام. هي هي، يا سلام سلم على هادي فوق فوق. يا سلام، هو ده. يوه، كورة جول كورة جول كورة جول. ليه مشيت بيها كل دي؟ ماشي ماشي خلاص تمام. الدقيقة 74، محتاجين نبدل، محتاجين نبدل دلوقتي حالا، محتاج ابدل ثانية. يا نهار ابيض، نيمار كل الناس. ليفاندوسكي. خلينا دلوقتي هنشوف حد بديل اصلا ليفاندوسكي اصلا ولا لا، يعني وغالبا مفيش عندنا للاسف اي حد سي اف، للاسف كل السي اف عندنا ضايع. ولكن فرناند مش عارف، فرناند توريس ما اظنش، ما اظنش. خلينا نبدل ده كده بدله فيران توريس. فين فيران توريس؟ اهو 52، مش كويس للمشكله. طب ثانيه، عندي فكره احلى. احنا ايه انا مش عايز اطلع ميسي، ولكن ميسي تعب، ميسي تعب بصراحه. وفيران توريس 76 كويس قوي، حلو. انا شايف ان ده حلو، وعايز ابدل الناس هنا برضك. ده هنا 72 بس، يلا بينا كده كويس. يلا بينا، يلا التبديل دلوقتي. عاش عليكم، عاش. يلا بينا، يلا يلا نيمار، يلا نيمار وكرة. ماشي حلو حلو حلو، ماشي. بسرعة بسرعة، كله يرجع كله يرجع كله يرجع. ليفاندوسكي حرفيا تعب قوي بجد. ليفاندوسكي يعني مش عارف، عشان كده باين عليه ان هو مش قادر، يعني باين عليه ان هو فعلا تعبان. ماشي، الماتش ده مش هو فيران توريس اللي احنا عارفينه بتاع الماتش اللي فات اللي عمل قلق بصراحة، مش هو خالص. معايا معايا، ازاي اتنين دخلوا عليه ومفيش حاجة؟ عاش حلوة. يلا شوف شوف نيمار جاي منين يا اخي، شوف نيمار جاي منين. يا سلام سلم، يلا يلا يلا. لا ده فيران توريس، فيران توريس لسه نازل، لسه نازل. كوره جول، اوه فيران توريس حرفيا احنا لسه مزودينه وعامل قلق، ولسه اصلا طالع يعني لسه داخل قصدي. يا نهار ابيض، عاش مكان ميسي. لا لا حلو حلو، هو عامل هجمه بصراحه حلوه، انا شايفها كانت جول بس. ماشي عاش. ليه ليه مشيت كده ليه يا اخي؟ ليه ليه؟ الله يهديك. يا ماشي، يا نهار ابيض، يا لهو على الرعب، يا لهو على الرعب، يا لهو على الرعب. معايا بقى، يا نهار. عاش يا عاش عليك والله يا يا روسي. اوه والله لا 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 لا، والله في اخر دقيقه ما ينفعش. لا 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 والله العظيم ما ينفع. اوه كوره، والله يا جدعان ما ينفع يا جدعان. ماشي الحمد لله، معاه بقى معاه بس الحمد لله. ويا جدعان والله 2 2 ليه؟ 2 2 2 ازاي؟ في كورتين في الملعب يا جدعان. ماشي والله ما اسكت، ان شاء الله خير. هي يلا نيمار، هاتريك يا نيمار، هاتريك يا نيمار، هاتريك يا نيمار. وكرة جول. توريس يا توريس يا توريس، هو ده الكلام. يا سلام سلم، اقسم بالله عاش. قولي والله حرفيا خلاص، ده في اخر الثواني، في اخر الثواني يا جدعان. هو يا نيمار، نيمار كان ممكن بصوا، هو نيمار كان ممكن يشوطها، ولكن لازم كان يتاكد ان هي جول. عاش والله العظيم، انا مش مصدق. الله يا عم، ماتش عالمي والله، ماتش عالمي بجد. اقطع بقى، اقطع اقطع يا زعيم، اقطع يا زعيم، اقطع يا زعيم. ليتس جو 3-2، والله كفو. عاش علينا بجد، طب رافع المستوى، عاش جدا حرفيا. في لاعبين عندي اهو المستوى بتاعهم زاد طبعا، كل ما بنلعب موتوشا يعتبر بيحصل كده، يعني كل ما بنلعب مباريات او كده يعني تمام بيحصل كده. حلو قوي قوي قوي، وزي ما انتم شايفين نيمار افضل اللاعبين في المباراه السابقه، وباين جدا وكان عالمي قوي بصراحه، حلو جدا. عايز اقول لكم ان شاء الله في موتوشا جايه الفتره اللي جايه، طبعا هنلعب
هلعبها اونلاين يا ابطال. يعني سيبوكم موضوع الذكاء الاصطناعي ده، الذكاء الاصطناعي بعد كده انا هلعبه لوحدي اللي هو عادي، اللي هو عشان اجمع نقط وكده بره المقاطع والفيديوهات. ولكن موضوع ان انا العب ضد الذكاء الاصطناعي ده بيكون غريب. يعني هنا بس بقول لك مباريات المستخدم غالبا هي دي تقريبا اللي احنا بنقدر نلعب، يعني تقريبا. يعني زي ما انتم شايفين شكلها بصراحه جدا جدا جامد ومتحمس قوي. يعني هنا بقول لك مباراه ضد الذكاء الاصطناعي، مباريات المستخدم هنا بيبقى ضد الناس، تمام، اللي هو الناس اللي هو اونلاين. والله متحمس قوي المقاطع اللي جايه، وبجد بجد عايزكم تقولوا لي رايكم تحت في الفريق، وكمان رايكم تحت في الماتش اللي بتاع النهارده ده جامد ماتش. خلينا نجمع كل الحاجات دي، ماتش النهارده حرفيا جامد والله العظيم. مش عارف ايه الجمال اللي حصل ده، وبجد بجد الفتره اللي جايه هنحاول اللي احنا نعمل قلق. وكل ما انت تحط اللايك بتاعك الجامد وكمان تشترك في القناه، يعني بص هتشوف قلق. وانا بشوف كل الكومنتات واعتبرك بس كده مقطع النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم مقطع النهارده. ما تنسوش تحطوا حالا لايك للفيديو ده، وكمان سبسكرايب للقناه ما حاجه، تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، جيمنج اكسوي، سلام.